أنزلت دوام 5 رجال و5 نساء في وسط الغابة، والمجموعة التي تصمد مدة أطول تفوز ب$500,000. أعطيكم 3 أيام. هذا المال مالنا. هذا جانبكم من الغابة وهذا جانبكن من الغابة، ولا يسمح لكم في أي وقت بالعبور بين الجانبين وإلا ستستبعدون. اذهبوا واستعدوا لليلة الأولى. ذاهبون. أتمنى لكم التوفيق. الرجال أم النساء؟ لنرى ما سينتصر. من المستحيل أن تهزمنا الفتيات. ليسوا 5 رجال. ما رأيك بمستوى الرجال؟ فظيع. ربما انسحبوا الآن. لن نصمد فحسب بل سنفوز. طالما أننا سنتغلب على الجوع سنكون بخير. أوه لدينا الفراولة. ماذا؟ رائع. سنأكل كل ما نجده في هذا المكان. بدأت أتخيل شكل المأوى. هذا سيكون مأوانا. مرحبا بكم في المنزل يا أخي. وعلى بعد كيلومترات وجدت الفتيات مكانا لإقامة معسكرهم. تبدو المياه سيئة هنا، علينا الوصول إلى المنبع. علنا نجد مصدرا نظيفا نعبئ الماء من هذا. رائع. قد يكون هذا هو المكان المنشور. ربما تسير الأمور بسلاسة، ولكن سيصبح هذا التحدي هو الأكثر وحشية الذي أصوره على الإطلاق. إذا غادرت الآن فسأندم. الوضع صعب جدا هنا. سمعت حركة هنا يا رجل. لا أعتقد أننا وحدنا هنا. لنلقي نظرة على المؤن. فاكهة، جرانولا، لقانة. لديك كل اللحوم. كما أعطيت كل شخص منهم زجاجة مياه كاملة وبعض معدات النجاة الأساسية. علينا حساب كم ستكفينا. انتباه، أتسمعونني جميعا؟ نسمعك جيدا. جميعنا هنا. أريد التأكد أن الجميع يفهم هذا التحدي. لزيادة الإثارة، إذا ترك شخص ما هذا التحدي فلا يزال بإمكانه الحصول على نصيبه من المال. الفريق الفائز هو الذي يصمد أحد لاعبيه حتى النهاية. ماذا؟ لم نكن نتوقع ذلك. لا أحد يتوقع عادة. سيقرر كل واحد منكم إذا كان سيبقى لمساعدة زملائه أو يغادر لتوفير الطعام. أيضا طوال هذا التحدي لن تعرفنا عدد الرجال المتبقين، ولن يعرف الرجال عدد المتبقيات في جانبكن. إنها لعبة استراتيجية. هذا الطعام يكفي لشخصين لا لخمسة. ألن نكون قادرين سوى على إطعام شخص أو اثنين؟ لا تستبقي الأمور. إذا أراد أحدكم المغادرة فلن ألومه. أنا سألومه بلا شك. نعم نعم بالتأكيد. بعد الأسبوع الأول علينا وضع استراتيجية. 100%. نحن فريق يا رجل. سننجح. تحيا الفتيات. يسقط الفتيان. وفي بقية اليوم بدأ كلا الجانبين في بناء مأواهما استعدادا لأي عواصف، واستخدم الرجال في بناء مأواهم أول أغصان وجدوه. لدينا خيمة جاهزة. لا تستطيع الفتيات فعل هذا. بل تستطعنا ويفعلنا ذلك على نحو أفضل من الفتيان. إرفعن. نجحنا. سأحاول إشعال النار. أراهن أننا تغلبنا عليهم. ها نحن أولى. أيها الفتيان، إنها بداية غريبة للرحلة. الليلة الأولى كانت قاسية بعض الشيء. استغرقت وقتا طويلا لكي أنام. صباح الخير. نحتاج إلى المزيد من الجدران للخيمة. نبدأ في تجهيز منزلنا. أداؤنا أفضل بكثير من أداء الفتيان. نحن نعبر الغابة لأننا بحاجة إلى الماء. وللحصول على مياه نظيفة كان على الرجال سفر لكيلومترات عبر المستنقع القذر. آمل أن تمر الفتيات بهذا. لا يمكنك رؤية أي شيء في هذه المياه. لا أريد أن أشرب ماء المستنقع. 3 كيلومترات مشيا ولا زلنا في اليوم الثاني. وبعد ساعات من البحث عثر الفتيان أخيرا على مصدر. في حلول اليوم الثالث بدأت النساء تخططن لإخراج بعض أعضاء الفريق للمساعدة في الحفاظ على مؤن الطعام. إذا أردنا الفوز بصفتنا فريقا واحدا الاعتماد على هذا الطعام لا يكفي حتى شخصين. أود أن يبقى شخصان هنا على الأقل حتى النهاية. أوافقك. وكان واضحا جدا للفريق بأكمله ما ستكون هاتان الفتاتان. ستصمد فيدرا وجوليا، لذا فنحن رهن الإشارة لفعل كل ما نحتاجه للفوز. من ناحية أخرى لم يكن لدى الفتيان أي فكرة. نحن بالتأكيد لا نخطط. وليس ليس هناك حديث عن وضع استراتيجية. الطعام لن يكفي لخمسة أشخاص. لا يمكننا أن نستمر بوجود 5 أشخاص. اليوم الرابع تحدثت مع جاش عن ضرورة أن نكون مقدمي الخدمات وهم مقدمي التسلية. أنا وتي جي نحمل المسؤولية، نبني للفريق، بينما لا يزال هؤلاء الثلاثة جالسين حول النار ولا يفعلون شيئا. يريدون فقط أن تتم خدمتهم. جاش، هل كنت ستخبرون أن الطعام قد انتهى؟ نعم. متى؟ هل كنت تعلم أن الطعام قد انتهى؟ لا. أعلم أنني لست الوحيد. مهلاً، اعتقدت ذلك فقط. في هذا الوقت لم يكن قد مضى أسبوع واحد على التحدي، وكان الفتيان يتحالفون ضد واحد منهم. سأقول مباشرة لجاش، يبدو أنك مستمتع بوقتك، بينما نحن نستهلك قدراً هائلاً من الطاقة يوماً بعد يوم. هذا مؤلم جداً. أعني لابد أنه متعب من القيام بالشقلبات الخلفية والتباهي أمام الكاميرا. كلامه جعلني أفكر إن كنت أرغب في المواصلة. وبينما دفع التوتر الرجال للتفكير بالمغادرة، استعدت الفتيات لفعل ذات الشيء، ولكن كجزء من الاستراتيجية. علينا تغيير هذا الحمل الغذائي. لا يمكن أن يتغير، فنحن لم نستخدم الحصص الغذائية تبعك. بصفتنا فريق حان وقت إخراج بعض الأشخاص لتحقيق هدف الفوز. لا يمكن لأكثر من شخصين استخدام الحصص الغذائية. قررنا كفريق أنه حان وقت
وقت مغادرتي. أنا هنا ومستعدة للمغادرة. سنجليك من الغابة بتكتم دون أن ينتبه الفتيان. لنفعل ذلك بشاحنة التكتم العملاقة. نحن على وشك الوصول إلى معسكرهم من أجل الإقصاء الأول. سأخرج امتثالا لاستراتيجية الفريق. ويعني طعاما أوفر للأربعة الباقين. لنخرجك من هنا. عليكن الفوز، اتفقنا. أبليدي حسنا. إذا فازت النساء فأنت الأذكى هنا. رغم أنك أول المغادرين فستحصلين على 100,000 دولار. كان الكثير من الناس ليقرروا المغادرة فحسب. يمكن أن تعد هنا نفسها محظوظة، لأنه خلال اليومين التاليين أجبرت العواصف المطرية الشديدة كلا الفريقين على ملازمة المأوى والاكتفاء بالحصص الغذائية. لا نستطيع العيش على هذا الطعام لمدة أطول. في اليوم العاشر قررت أن أقدم مفاجأة. إذا كنت من متابعي فأنت تعرف ما يعنيه أن الوقت قد حان للتحدي. ولجعل الأمور أكثر إثارة في هذا الفيديو، كل 10 أيام سيتعين على الفتيان والفتيات مواجهة بعضهم البعض، وسنبدأ بزيارة الفتيات. مرحبا. مرحبا، إنه اليوم العاشر. ما معنى هذا برأيكن؟ ستقدم لنا أخبارا سارة. ربما أريدكن أن تخترن قائدة لتواجه أحد الفتيان من أجل الفوز بجائزة. سأقابل من تخترنها عند الجسر بعد ساعة، وبهذا نرفع أحداث الفيديو إلى مستوى أعلى. نختار فيدرا. لنذهب ونرى حال الفتيان. مرحبا بكم في معسكر الرجال. تبدون مستعدين يا رفاق. أريدكم أن تنتخبوا قائدا سيقابلني عند الجسر بعد ساعة واحدة. ننتخب بالإجماع المحاربة باتي. أشعر بثقة شديدة. أشعر بالخوف قليلا في أعماق. اقتربا. يمشيان بطريقة مسرحية. تهانينا على صمودكما 10 أيام. كيف الحال؟ بخير في الواقع. وتذكر أنهما لا يعلمان عدد الأشخاص المتبقين في الفريق المنافس. برأيك كم فتاة لا تزال صامدة؟ 3. برأيك كم شابا لا يزال صامدا؟ سأقول 3 أيضا. والأمر المضحك هو أن كلاهما مخطئ تماما، ولن يعرف أي منهما الحقيقة حتى يفوز فريق واحد بكل شيء. التحدي بسيط، ستتناوبان على إطلاق النار على ذلك الهدف. يتدلى من أسفل الهدف كيس مليء بالطعام القابل للتلف. إذا أصبت الهدف فسيسقط الكيس، لكن إن أخطأت حركوه إلى الجانب الآخر. ستحصل هي على فرصة لمحاولة الفوز به. أنا أجيد مايا. أنا بالتأكيد أشك في قرار إرسال باتريك وليس أنا. أوه فيدرا، ستنهي الأمر. قطعا. من يربح القرعة يرمي أولا. لا، ليس في الماء. أنا؟ حسنا ارمي. الرمية الأولى، هيا بنا. هل سبق أن أطلقت سهما؟ لا أبدا. حسنا. وكأنني أشاهد مباراة سوبر بول. أول مرة يطلق سهما. أول مرة يطلق سهما. ماذا يجري؟ رمية فاشلة. حركوا الهدف إلى الجانب الآخر. لنرى إن كان فريق السيدات سينجح. إنها تخلع سترتها. حان وقت العار. بنا فيدرا، فريقك بحاجة ماسة إلى تلك الحصص الغذائية. هل ستكونين من يحصل عليها؟ أشبه بمشاهدة The Hunger Games. حسناً، لنذهب ونلتقطها. نخبو النصر بساحتكم. انقلي الصورة إلى الفتيان. إنهم تعانين. هيا بنا. إن جميعاً تناولوا الكثير من الطعام بسرعة. لاحظت أنك دائماً ما تقولين جميعاً. إذن كان علينا أن نتناول حصصنا الغذائية بعد المطر. هذا الطعام قابل جدا للتلف، لذا قد يكفي لبعض الوقت، ليس لمدة طويلة. فقررنا أني سأغادر. تفكرين في الرحيل الآن؟ نعم. من الجيد أنني هنا. تريدين أن أقلك؟ نعم الآن. هكذا ومع نخب فيستبلز وأحضان الوداع. وداعا صديقتي، سنراك في الخارج. انخفض عدد الباقيات في فريق السيدات إلى 3 فقط، بينما ظل فريق الرجال يضم 5. سنفوز بالتحدي من أجلها. أتفق معك. وبوجود وفرة في الطعام ونقص عدد المستهلكين ارتفعت معنويات الفتيات. أنا بحالة جيدة ومتفائلة. كنا نضغط على أنفسنا بشدة، لذا فإن تناول هذه الوجبة سيعني الكثير. لذيذ. إلا أنه في الطرف الآخر خسارة التحدي كان لها أثر حقيقي على تي جي. ألوم نفسي بشأن مسابقة الرماية. اعتقد الجميع أنه يجب أن أذهب أنا. ننتخب بالإجماع المحارب باتريك. كان علي أن أتقدم حين أتيحت لي الفرصة. عندما كنت جالسا على ذلك الكرسي ورأيت الأقواس والسهام، فكرت أنه كان يجب أن أكون هناك. أنا من سيخوض التحدي المقبل. استمتعت الفتيات بوفرة الطعام في الأيام القليلة التالية. بصحتكم. وللأسف كان على الفتيان أن يصطادوا الأسماك. تعالي يا عزيزتي. لا لا، مستحيل. مع انخفاض الحصص الغذائية بشكل خطير، بدأ فريق الفتيان يفقد الأمل. كاميرون، أنا سعيد للغاية لوجودك هنا يا أخي. أعلم أنني قد أبدو كسولاً، لكن هذه حالة ذهنية وكأنني لا أنفع لشيء. بدأ الإحساس بالضغط يصل إلى كاميرون، ورغم أن سامي حاول رفع معنوياته في اليوم 13، كان قد اتخذ قراره بالفعل. أرهقني الحرمان من النوم، وصلت إلى حافة الانهيار. أنا فخور بك يا أخي. تماسك يا رجل، أقدر هذه الرحلة يا رجل. كانت نكسة كبيرة خسارة كاميرون اليوم. يا له من يوم كئيب.
لكن ليس الرجال وحدهم من خسروا فردا. اليوم هو يوم تاليا، سنفتقدها كثيرا بالتأكيد. بينما كانت الفتيات تغادرن بشكل استراتيجي مع وضع نصف مليون دولار في الحسبان، كان الفتيان يغادرون بسبب المصاعب. أشعر بالهزيمة، أنا ممتن لهذه التجربة، الأمر في غاية صعوبة، أنا أنهار. هل تعتقد أنك قادر على الوصول إلى التحدي التالي؟ لا يا رجل، هذا على وشك أن يدمرني. حسناً عانقني. وبعد أن تعاون الفتيان على تطوير مأواهم، خلدوا إلى النوم وأرسلوا نداء لاسلكياً في الصباح. ما الأمر؟ وصلتني رسالة على جهاز الاتصال اللاسلكي. من واجبي أن أشرح لك يا جيمي، لا ندعي أنني الرجل الخارق وأن هذا ليس بالأمر جميعاً صعب. فلنخرجه من التحدي هيا. ومع مغادرة سامي للمعسكر قدم لهم هدية وداع. تريد القميص؟ سأخذه. الملابس التي يرتديها؟ لنأخذ السروال. الآن بعد أن أخذتم كل شيء من هذا الرجل، هل يمكنه المغادرة؟ فهو في عربة شيرب، ما يعني أنه أقصي رسمياً. كارل، أخرجه من هنا. أصبحتم ثلاثة، هل سيستمر التناقص ليبقى شخص واحد فقط بعد يومين؟ بالتأكيد لا. بعد أسبوعين فقط من التحدي فقدنا نصف اللاعبين، وكانت الأمور تزداد سوءاً. نظرت إلى تلك الشاحنة التي أقلته، وكان أول ما فكرت به هو الغيرة. لا أعرف إن كنت سأستمر. مع اقتراب جش من المغادرة أصبحت الأمور أسوأ، مع هبوب عاصفة شديدة. أوه، هناك تسريب من هنا. على عكس الفتيات اللواتي يمكنهن النوم براحة في مأواهن المبني جيدا، معسكر الفتيان لم يتحمل هذه الأمطار. لا أريد أن ينتهي الأمر هكذا. واستمرت الأمطار الغزيرة طوال اليومين التاليين. كان معطفي المطري مبللا بالكامل، وكان بطني بالكامل مبللا تحت السترة، وكان سروالي مبللا. كنت على استعداد للمغادرة. لقد هدأ المطر أخيرا، وتعمل فيدرا على إعداد وجبة إفطار صغيرة هذا الصباح. لدي حساء لحم البقر، إنه لذيذ. أراهن أن الفتيان يستمتعون بوجبة سعيدة. أراهن أنهم ليسوا كذلك. أخبار سيئة، صادفت ألد أعدائي، اللبلاب السام، إنه منتشر في كل مكان وهو مؤلم جدا. وبدأت أتساءل عما إذا كان وقتي هنا قد اقترب من نهايته. نحن متفوقات على الرجال، لا بد أنك على حق. كثير من الناس تحمل هذا الوضع لمدة طويلة. يا رفاق، علينا أن نتحدث. فعلت الأشياء التي أردت فعلها. في مرحلة ما لا تحتاج سوى إلى المغادرة. الجزء الأناني مني يقول إنك إذا غادرت فسأحصل على وجبة أكبر. مرحبا، أنا جوش من معسكر الرجال، أعتقد أنني مستعد للمغادرة اليوم. وهكذا غادر جوش. جوش اركب. هيا يا كار، لنمضي في طريقنا. سأقول هذا بصراحة، أؤكد أننا أصبحنا أقوى. لدينا ما يكفي لإطعامنا لمدة طويلة، بالإضافة إلى الفوز بالتحديات. هذا تصريح جريء للغاية، لنضع هذا الادعاء على المحك. ما هو اليوم يا تشاندلر؟ الجمعة. إنه اليوم 20، ما يعني أن الوقت قد حان للتحدي الثاني. انتباه انتباه، اختاروا قائدا وأرسلوه إلى الجسر. مهمة سهلة. أراك بعد دقيقة. اتفقنا. سأوضح لها أنها لن تفوز مهما كلف الأمر. لم تشاركا في التحدي السابق، لذا سأوضح لكما أنكما إذا تجاوزتما خط المنتصف ستقصيان، ما قد يؤثر على حظوظ فريقك في الفوز ب 500,000 دولار. شاندلر، أعطني شيئا لأضع علامة على المنتصف. لا بأس، سنعيده. حسنا، ها نحن. لا مرحبا. أهلا، سعيد باللقاء. وأنا أيضا. أنا وفريق نعرض عليك وعلى الفتيات في المعسكر 50,000 دولار، إذا انسحب فريقك الآن. تبدو خائفا من أنك لن تصل إلى 500,000. هل تشعرون بالأجواء المجدودة؟ سنراكم في اليوم 33 عندما ينتهي كل هل شيء. هل ستصمد حتى اليوم 33؟ أمنحك حتى اليوم 33. حسنا. تتعاملان بلطف كبير، لكن تنتقدان بعضكم بعضا في الوقت نفسه. دعوني أشرح. نظرا لأن العواصف تدمر مأواكم، ستتنافسان في هذا التحدي للفوز بخيمة ضخمة، إنها مقاومة للماء والحشرات. موسم العصير قادم، ستكون رائعة. هل تريدين خيمة كهذه؟ نعم أريد، لكن إذا تذوق الرفاق طعم الراحة فربما أو ربما سيصمدون مدة أطول. أشك في ذلك. هذا لطيف جدا. حان وقت القرار. هذا التحدي مختلف عن التحدي الأخير، لأن كلا الفريقين قد يفوز بخيمة. سأسكن تلك الخيمة. سننصبها بأناقة هناك. كل ما عليكما فعله هو المغادرة بإرادتكما. إذا قبلت جوليا هذا فلن نقضي ليلة أخرى معا، سيكون ذلك صعب. بما أن النساء فزن بالتحدي الأول، أريدك أن تتخذي قرارك أولا. يا جوليا، هل ستقصين نفسك ليتمكن فريقك من الحصول على تلك الخيمة؟ سأخذ الخيمة. واو، حسناً. يبدو أنني بقيت وحدي رسمياً. لا أصدق أنك قبلت بذلك. الآن حان دورك، أيهما أهم، أنت أم تلك الخيمة؟
حسناً فريقي. شكراً على المشاركة. شكراً لك. هذا جنون. مهلاً 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 مهلاً. أعتقد أنه قرار مهم للغاية لاستراتيجيتنا ككل والفوز، لكنني اعتقدت أنني سأحصل على فرصة لتوديعها. هذا المأوى ليس مقاوماً للمطر تماماً، ما قد يؤدي إلى إنهاء المنافسة حقاً. تغير مزاجي بالكامل تواً. وبالعودة إلى الجسر، بينما كانت فيدرا توضب خيمتها الجديدة، بقيت جي خلسة للتحقق. مهلاً، مستحيل. واكتشف أمراً مهماً. من الغريب إرسال شخص واحد فقط لأخذ تلك الخيمة. الآن أعلم أن هناك امرأة واحدة فقط متبقية، لن تصمد أكثر منا نحن الاثنين. يجب أن أخبر باتريك. هل أنت مستيقظ؟ لقد تجسست عليهن وبقيت واحدة فقط، الفتاة التي واجهتها في التحدي الأول. لدينا نحن الاثنين طعام أقل ومأوى أقل جودة. بعد أن قلت ذلك أشعر وكأنني اتخذت القرار الخاطئ. هل كنت تفضل الخيمة أم أنا؟ الخيمة. لسوء حظ تي جي، يبدو أن المعلومات التي جمعها عند الجسر تزيد الأمور سوءاً على فريق الفتيان. رفض المأوى الجافة وعاد. أي نوع من الأصدقاء يفعل ذلك؟ لو أخذ تي جي الخيمة لكان قد أنهى الأمر، لأننا نعلم جميعاً أن المأوى هو كل شيء. وفي معسكر الفتيات حملت فيدرا مهمة الفريق على عاتقها، إذ نصبت خيمة جديدة كلياً في غضون ساعات. انظروا إليها، إنها رائعة. في حال كان الناس يتساءلون من سيفوز بالتحدي، الجو لطيف ورائع هنا، لا توجد حشرات، المساحة كبيرة، لا أعرف ما أفعل بها. بينما حظيت فيدرا بمساحة أكبر، حظي الشابان ببعضهما البعض، وهو أهم شيء لنيل النصف مليون دولار. صحيح أنك تمتلكين خيمة، لكنك وحيدة تماما. نحن هنا لا نزال اثنين، نستطيع التواصل على الدوام، وفي التحدي الثالث ستفضلين المغادرة. بالتأكيد يا رجل. كان من دواعي سروري أن أكون بجوار جوليا، إنها شخص رائع، أفتقد كثيراً وجودها إلى جانبي. ويبدو أن الشابين لديهما الكثير من النشاطات. سنذهب للصيد، هنا معقل المجموعة المحاربة، علينا تأمين بعض الطعام. كان العيش في الغابة يسير على نحو أفضل من المتوقع. يا لها من صحفات جميلة. ولكن بينما كان الشابان يزدهران أخيراً، وجدت فيدرا نفسها في مكان مظلم. أفتقد التواصل الجسدي مع الناس، أن أكون قادرة على معانقة أحدهم أو مصافحته أو تحيته تحية احتفالية. كم أشتاق لذلك. في هذه المرحلة بدأت فيدرا تتحدث مع نفسها بسبب الشعور بالوحدة، ومع ذلك فإن علاقة الشابين كانت تزداد قوة. تبا يا رجل، إنها بحجمك. انظر إلى حجم ذلك الشيء. طولها 1.65 متر. المعذرة، أقصد مترين. أنا متحمس جدا ليوم التحدي الآن، آمل أن نمضي قدما ونفوز. أنا مستعد للعودة إلى المنزل لعائلتي، مستعد للنهاية. سنرى كيف يسير التحدي الثالث. مع ازدياد قوة العلاقة بين تي جي وباتريك، عرفت بالضبط كيف أختبرهما في تحدي اليوم 30. هل ستكونين القائدة؟ كنت أسأل في الجوار، لكن لا يوجد أحد سواي، لذا أنا القائدة تلقائيا. حسناً، أنت خدت تحدي اليوم 10، وأنت اليوم 20. من سيخوض تحدي اليوم 30؟ باتريك. سنعود إلى باتريك، هذا هو صديقي. هيا يا رجل، اذهب وانتصر. هذه المرة رسمنا خطاً بدلاً من استخدام النبات. مر وقت طويل منذ أن رأيتما بعضكما. أنا مندهشة حقاً لرؤيتك هنا. واو، مستعدان نعم. لسماع تفاصيل التحدي؟ نعم. نعم يا سيدي. إليكما ما في الأمر، لدينا عائلات جميع المتسابقين في هذا التحدي على الجانب الآخر من الغابة. لديكما خيار لتتخذاه، يمكنكما رؤية عائلتيكما، أو يمكن لكل شخص من معسكريكما رؤية عائلته. كما تعلمان لدي ابن أود حقا أن أراه. لذا سأختار نفسي. كان بإمكان فيدرا خداع باتريك وجعله يعتقد أنها ليست المرأة الوحيدة. ماذا عنك؟ هل تختار معسكرك أم نفسك؟ علي أن أرى أطفالي يا جيمي، أختار نفسي. اتخذت القرارات، حملوا الحوامات وحلقوا بها إلى هنا. تسرني رؤيتك. أبي. قل مستر. مستر. بيست. بيست. تحدي. تحدي. هيا بنا. هيا بنا. هيا بنا. مرحبا يا جميلتي. لقد اشتقت لأمي ولابني حقا. عائلتي هي السبب الرئيسي لوجودي هنا ولصمودي. سأضبط المؤقت لدي، أراكم بعد 10 أيام. سأجلس هنا وأحزن فحسب. لم أشعر أنني في أفضل حالاتي اليوم. كان لدي بعض الوقت للتفكير في التحدي الأخير. أنا ممتنة جدا لهذه التجربة ولإحضار لينكن. بعد رؤية لينكن أتوق إلى العودة إلى الديار.
أنا لن أغادر. كنت قلقاً بعض الشيء بسبب رؤية باتريك لعائلته. أنا مستعد للتحدي الرابع. لكن الأمر شكل حافزاً لديه من أجل الفوز. من الواضح أنني وصلت إلى هذه المرحلة بسبب ثقتي بشخص آخر. سيثبت ذلك مدى أهمية الصداقة القوية والجيدة مقارنة بفعل الأشياء بمفردي. وعلى الرغم من أن وجود شخص ما بجانبك يمكن أن يزيل الملل، فكونك واحداً له مزاياه أيضاً. لا أعرف إن كان بإمكاني تناول هذا كله. لدي طعام أكثر مما أستطيع تناوله. لن أغادر يا معسكر الرجال. وهكذا كانت معركة الحصص الغذائية مقابل الصحبة، حتى نزل الليل وحصل معسكر الرجال على زيارة مفاجئة من ضيف غير مدعو. ما كان ذاك؟ يوجد شيء هناك. أوه، ابقى ساكنا. عندما طلع الصباح كان تيجي يمتلك شجاعة الكافية ليكتشف مصدر الضجيج بالضبط. هذا من مخلب دب حتما. رصدت كاميراتنا ظهور دب خلف مأوى الرجال مباشرة، وهذا يكفي لإخافة أي شخص عاقل. في الليلة الماضية جاء دب إلى معسكرنا، رأيته. ورغم أن باتريك كان واثقا من بقائه في الأمس، أنا لن أغادر. حادثة الدب جعلته يفكر على نحو مختلف اليوم. بعد أن رأيت عائلتي جعلني هذا الدب أدرك أنني لا أنفع للمغامرات. إليكم هذا الخبر العاجل، أنا منسق أغانن. تيجي، علينا أن نتحدث. حسناً، ما الأمر؟ أنا وتيجي كنا نتحدث تواً. الحصص الغذائية ستكفي إذا غادرت ليتمكن تيجي من إنهاء الأمر. أن يقول لي أنا أثق بك سأغادر أمر عظيم جداً. نعم، لهذا سيكون بخير. من فضلك أعطني جهاز اللاسلكي. مرحباً، أنا باتريك من معسكر الرجال، سأنسحب من المنافسة. في طريقي إليك، وبما أن لوغانبول وكي إس آي إلى جواري سأصطحبهما أيضاً. يا رجل، هذا رائع. إذا أردت خوض تحدي النجاة في البرية فهذه البيئة المناسبة. كيف تستطيع تمييز وجهتك؟ ماذا؟ ماذا؟ لا شيء، رأيت ذبابة صغيرة تطير. باتريك، تلقيت المكالمة، تريد الانسحاب؟ نعم، أريد أن أترك له أكبر قدر من الطعام. أيمكنني رؤية الطعام المتبقي لديكم؟ تفضل إلى مخزننا. والآن بعد أن غادر، إلى متى تعتقد أن هذا الطعام سيكفيك؟ هذا سيكفيني حتى اليوم 60، التحدي السادس. كم من الوقت تعتقد أن الفتاة أو الفتيات سيصمد؟ بحلول التحدي الخامس سينتهي الأمر، لا أمل لها. تعيش في عزلة منذ 13 يوما بينما أنا في يومي الأول. أنا بمفردي. ومع وجود شخص واحد فقط في كل من المعسكرين الآن، كان عليهما إيجاد طرق لمحاربة العزلة لنيل نصف مليون دولار. وبينما كانت إيجاي يصطاد الحيوانات لتعويض حصصه الغذائية المتضائلة، بطنها كبير، كانت فدرة تصطادهم لتحتفظ بهم كحيوانات أليفة. الأميرة الصغيرة شيرلي. لم تظهر على إيجاي أو فدرة علامات الاستسلام، وهذا أوصلهما إلى اليوم 40، وهو ما يعني بالطبع تحدياً آخر. مرحباً بعودتكما، لقد مرت 10 أيام. من الرائع أنك قضيت هذه المدة بمفردك، لكن كيف تخططين منطقياً للتغلب علي؟ لدينا حصص غذائية تكفينا 80 يوماً، لا تنتظرنا مسؤوليات في المنزل. علاوة على ذلك نحن نستمتع في المعسكر، لا يوجد ما نفعله. لا أريد أن أستبق الأحداث وأقول نعم سأبقى 90 يوماً، الأمر مضمون، لأنه عندما تبدأ بالغروب. لكن بعد 20 أو 30 يوماً هل تريدين حقاً أن تكوني هنا؟ ماذا عن لينكولن؟ لا أعتقد أنه من المقبول أن تستخدم أسماء أطفال الأشخاص كأسلحة ضدهم، هذا غير هنا. سأستخدم أي سلاح أستطيعه. أصبحت الأجواء مشدودة. معاملتك لي ليس لها أي تأثير على المدة التي سأقرر فيها البقاء. وأنا أيضا. واو، حان الوقت لتحدي اليوم 40. سنزود كلا منكما بغرض للبقاء. اكتب اسمه على لوحتك لتحتفظ به. إذا كتبتما الاسم نفسه فلن يحصل عليه أي منكما. هذا يعني أنه عليكما محاولة إقناع بعضكما البعض للاحتفاظ بأحد الأغراض. وبالنسبة للغرض الأول، لدينا صنارة صيد وكمية كبيرة من الطعم. هل يمكن لأحدكما أن يتنازل عن شيء دون مقابل؟ كتب كلاهما صنارة الصيد بداية متعثرة. الغرض التالي مناديل دود وايبس، والتي تساعدني في دفع تكاليف الفيديو. دود وايبس هي مناديل رطبة للاستخدام مرة واحدة، مصنوعة من المواد النباتية والماء، نعشة بنسبة 99%. حان الوقت لما قد يكون التصويت الأكثر أهمية. هذه المناديل ليست أفضل من ورق الحمام فحسب، بل يمكن استخدامها للاغتسال أيضا، وهذا قد يكون مفيدا لهما. هو كتب دود وايبس وهي كتبت لا شيء. أوه، تهانينا لك، تفضل. رائع، حصلت على مناديل دود وايبس. الغرض رقم 3 هو المزيد من دود وايبس، لأنهم رعاة هذا الفيديو. ما رأيك في دود وايبس؟ إنها فعالة. نعم، فعالة تماما. حان وقت التصويت،
هل كتبت أي شيء؟ لم يفعل. حسنا، تفضل الدود وايبس. إذا أردت تجربة الدود وايبس مثلهما، قم بزيارة والمارت أو أمازون أو أي مكان تتسوق فيه حيث يبيعونها. توقفوا عن استخدام ورق الحمام العادي، فهو للفاشلين. إمكانية تنظيف أنفسهم بعد أكثر من شهر كانت دفعة حقيقية، وفي هذه المرحلة من الممكن لأي منهما الفوز بالتحدي من أجل الفريق. لكن بفضل استراتيجية الفتيات في الإقصاء، فإن فيدرا ليست قلقة بشأن الطعام على الإطلاق. يسألون عما بقي في مخزوني، وإجابتي هي ما يكفي حتى يقرر مغادرة هذا المكان. مع مرور الأيام أصبحت جي أكثر ثقة بأنه سيفوز بالتحدي. أنا مستعد تماما للتحدي الخامس. سينتهي كل شيء بانتهاء التحدي الخامس. سأفاجأ بشدة إذا تواصلت الأمور بعد التحدي الخامس. كل شيء بداخلي يقول التحدي الخامس. رغم أنها منافسة واحد ضد واحد، إلا أن تي جي وفيدرا يخوضانها من أجل الفوز لفريقيهما $500,000. وبالنسبة لتي جي، النصر قاب قوسين أو أدنى. سأحصل على حصة مضاعفة من الأرز لأحرص على أن أحظى بيوم فوز رائع في اليوم الخامس. والآن حان الوقت لوضع كل هذا الكلام تحت الاختبار ومعرفة ما إذا كان تحدي اليوم الخمسين سيصب في صالح تي جي. أيها المتسابقان هيا تفضلا. لم أتمكن من الوصول في اليوم الخمسين لأنني أقضي حاليا 7 أيام في كاف، لذا أنا أكلمكم عبر الهولوغرام. كيف حال الكهف؟ يا للهول، هذا جنون في منتهى القسوة. لن أكذب، لم تتقابلا منذ مدة. ألا تريدان التحدث؟ حسنا، ماذا تعتقدان عن تحدي اليوم الخمسين؟ ليس لدي أي فكرة. أرى صندوقاً كتب عليه مؤن. في اليوم الخمسين سنحتفل وسيحصل كلاكما على شوكولاتة فيستيبل. رائع. لكنهما لا يعلمان أن هناك مفاجأة تنتظرهما. يحصل كل منكما على علبة من الشوكولاتة. هذا لطيف جداً. إنها متوفرة في متاجر وولمار، ألبرتسنز وكروغر في جميع أنحاء البلاد. اشتري فيستيبلز وجربها بنفسك. هذا كل شيء. يمكنكما العودة، استمتعا بالشوكولاتة أو احتفظا بها. أراكم في اليوم الستين. هل ابتعدا؟ نعم. حسناً، ما لا يعرفانه يا تشاندلر هو وجود رسالة داخل إحدى ألواح الشوكولاتة تخبرهم بالعودة إلى المنتصف للحصول على طعام يكفي لثلاثة أيام. أظهر الطعام للمشاهدين لنرى من يجد الرسالة أولا ويفوز بذلك الطعام. أراك بعد يومين يا تشاندلر. أحبك، انتظر، قل لي أحبك. لم يقلها. التحدي الخامس، لقد حصلنا أخيرا على حصتنا من فيستيبلز. إنها شوكولاتة والشوكولاتة تذوب، لذا علي أن أجد أفضل طريقة لتخزينها. قد أفتح لوحا آخر لأنني أعلم أن هذا يبدو مفرطا، لكنني كسبتها. سأتناول مربعا واحدا بعد كل وجبة، وبذلك ستكفيني لما تبقى من المسابقة. صحتي العقلية الآن بعد التحدي الخامس وصلت إلى أعلى المستويات. رغم أن تيجي كان يشعر بالثقة، قننا ولم يتناول سوى جزء صغير من فيستيبلز. أفضل تقنين تناول الشوكولاتة لأنها سلعة جيدة، لذا أعلم أنه يجب علي حفظها. وهذا ما فعله. نجح تيجي بعدم لمس أي قطعة من الشوكولاتة في الأيام الثلاثة التالية، ولكن في اليوم 57 وجد نكهته المفضلة. فيستيبلز بنكهة زبدة الفول السوداني. مهلا، هناك شيء مكتوب في الخلف. إذا كنت تقرأ هذا، هناك طعام يكفي لثلاثة أيام على الجسم لأول شخص يصل إليه. حظا طيبا، انتظريني هنا يا فيستيبلز. طعام لثلاثة أيام، أنا لا أراه. قد يكون هذا انتصارا لفريق الرجال. يبدو أنها سبقتني إليه. تبا، تغلبت فيدرا على تي جي لأن هذا ما حدث قبل 4 أيام فقط. طعام لثلاثة أيام؟ أوه، لا يزال هنا. أوه يا رفاق، من الرائع الظفر بهذا الطعام. فيدرا ليست هنا لتشمت بي. أشعر بالحزن الشديد الآن. ركضت من أجل لا شيء. أشعر أنني حضرت إلى هنا بلا طائل. إذا لم يتوخى تي جي الحذر، فقد يصبح هذا الشعور حقيقة بسرعة. أحد هذين المتسابقين سيفوز لفريقه $500,000، بينما سيكون الآخر قد أمضى أشهرا في البرية بلا طائل. لا يعتمد على الطبيعة لتأمين الطعام، فهذا يستهلك الكثير من السعرات الحرارية، والطعام هنا غير مضمون. أنهيت توا وجبة البيض المخفوق الأخير. لقد كان من الصعب علي أن أكون وحدي هنا. كل يوم صعب ويرهقني كثيرا. إنها الليلة 59، ستنفد الحصص الغذائية غدا. أتمنى أن تكون جائزة تحدي الغد هي المزيد من الحصص الغذائية. لا أريد أن أستسلم بعد. تحدي اليوم 60، سبق أن التقيتما يا صديقي في اليوم 40 واليوم 50 ومجددا في اليوم 60. لم يبق سواكما. كيف حال الحصص الغذائية؟ كنت سأسألك كيف حال ألواح الشوكولاتة لديك. كيف تشعر؟ أتستطيع الصمود لعشرة أيام؟ أستطيع الصمود لعشرة أيام. تحدي اليوم 60 بسيط، ستدونان أي شيء تريدانه، وبعد ذلك سيعرض كل منكما للآخر
ما كتبه، وإذا وافقتما على أغراض بعضكما تحصلان عليها، ولكن إذا رفض أحدكما فقط لن تحصلا على شيء. يمكنك أن تطلب الكثير وهناك احتمال كبير أن تقول لا، أو أطلب القليل ومن المحتمل أن تحصل عليه. هل دونت ما تريدين؟ فعلت. هل دونت ما تريد؟ نعم. 3 2 1 اكشفاء. تريد فيدرا مجموعة أدوات فنية، ويريد تي جي طاهيا خاصا لمدة 7 أيام، يقدم وجبتين يوميا ومعه جميع أنواع التوابل والمأكولات. هل توافق على طلبها؟ أوه نعم. وافق تي جي على حصولك على مجموعة أدوات هذا فنية. هذا لطيف جدا. هل توافقين على حصولها على طاهي خاص لمدة 7 أيام، يقدم وجبتين يوميا مع التوابل؟ ستنفذ الحصص الغذائية غدا. أود ذلك لكن لا أستطيع، علي أن أقول له. ماذا؟ أوه. أنت جشع جدا. كان ذلك تحدي اليوم 60. تحدثا بقدر ما تشاءان. حظا طيبا في الأيام 10 المقبلة. أراك في اليوم 70. نعم حسنا. حسنا. وداعا. أراك لاحقا. من وجهة نظري المشكلة في هذا المكان ليست في الجانب المادي بل في الذهني. تلاشت تلك الفكرة. حملت آمال الجميع وأحلامهم على عاتقي. أعتقد أنني سأضطر إلى إنزال هذا الحمل. أتوق للعودة إلى المنزل، أنا هنا منذ وقت طويل. تلقيت تواً مكالمة لاسلكية تفيد بأن أحدهما يريد المغادرة. من طلب المغادرة موجود في العربة. أخرج الفريقين. كل متسابق هنا على وشك معرفة ما إذا كان فريقه قد فاز تواً بمبلغ 500,000 دولار. الرجال أم النساء؟ سيكشف المتسابق المنسحب عن نفسه الآن. خسر الفتيان وفازت الفتيان. لم نرغب في عودتكم خالي الوفاض يا رجال، لذا سنمنح كل واحد 10,000 دولار مقابل المشاركة على الأقل. لا تزال فيدرا واحدة في معسكر الفتيات ولا تعلم أنها فازت دوان. فيدرا هل أنت هنا؟ لقد عدت. نعم تعالي، وجدت حقيبة الظهر هذه وكنت أتساءل عما إذا كانت لك. هذه كذبة، لقد فزتي. اشتقت لكن يا فتيات، كنت أفكر في كن كل يوم. لقد نجحت على كل حال. نجحت. لقد فازت كل واحدة من كن توم بمبلغ 100,000 دولار. ربما يحالفكم الحظ في المرة القادمة يا رجال. لكن أصدقائي ما الشيء يا ثورة الذي حل بهذه القلعة؟ لكن يا أصدقائي لكن أصدقائي ما الشيء لكن أصدقائي ما